سيناريو تكرر كثيرا وبات مكشوفا للجميع هجوم علي قوات حكوميه تعقبه حمله دهم واعتقالات تشن في المنطقه التي حدث فيها الهجوم فشل امني وتحميل الاهالي مسؤوليه ذلك الفشل حدث ذلك مرة أخرى هذا الأسبوع حين هاجم مسلحون يرتدون زيا عسكريا نقطة تابعة للواء التاسع والعشرين من الجيش الحكومي في قضاء هيت غربي الأنبار وقتلوا آمر اللواء العميد أحمد اللامي وضابطا آخر برتبة ملازم وأصابوا جنديين وأكدت مصادر في تلك المناطق أن الحادثة وقعت أثناء اعتراض قوات اللواء لإحدى الميليشيات التي كانت تقوم بعملية تهريب أسلحة بين العراق وسوريا الرواية الحكومية قالت أن عدد المهاجمين كان بين 15 الى 20 عنصرا ينتمون لتنظيم داعش مشيره الى ان طريقه الهجوم تشبه تلك التي قتل فيها العميد علي غيدان في منطقة الطارمية ببغداد لكن مراقبين أكدوا وجود فارق كبير في التعامل مع الحادثتين حيث أعقب هجوم الطارمية حملة أمنية شديدة وتصريحات طائفية تطالب بتهجير سكانها بينما تقول مصادر حكومية أن هجوم هيت حدث بعد خرق أمني كبير لا سيما مع تكرار الهجمات في الآونة الأخيرة بمناطق أقصى غربي الأنبار وتؤكد مصادر حكومية أن سكان تلك المناطق بدأ او يتعاملون مع القوات الحكوميه بتوتر بسبب تصرفات الميليشيات معهم حيث تنشط العديد من الميليشيات في المناطق الغربيه وتشن حملات تفتيش لمنازل المدنيين مع توجيه اهانات وتهديدات للاهالي وتدير ميليشيا حزب الله منافذ حدوديه غير شرعيه في المنطقه المحاذيه لسوريا وتقوم بعمليات تهريب واسعه حيث يجني عناصرها اموالا من المسافرين غير الشرعيين كما تقوم بادخال المخدرات والسلاح من والى سوريا بصوره مستمره تحت انظار القوات الحكوميه التي تبدو عاجزه عن ايقافها ويبدي مراقبون استغرابهم من تحرك الميليشيات بحرية في تلك المناطق دون أن تتعرض لهجمات فيما تعجز القوات الحكومية عن التحرك دون أن تعطي خسائر ما يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الدور الجديد الذي تطلع به الميليشيات هناك والأهداف التي ترمي إليها عبر توجيه إيراني يسعى كما جرت العادة إلى خلط الأوراق وتحقيق مصلحته على حساب أمن العراق واستقراره